مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده وبرنامجكم الرواد. طبعا برنامج الرواد كنا اعلنا عن ان الفقره اللي جايه هتكون عباره عن لقاء مع احد قراء القران الكريم، فضيله الشيخ خضر احمد مصطفى، ولكن لظروف خاصه اعتذر، وان شاء الله سوف نوافيكم دائما مع احد رواد القران الكريم. النهارده في برنامجنا معانا ثلاث فقرات مهمين جدا. الفقره الاولانيه عباره عن مؤتمر عقد في كلية التربية جامعة المنوفية حول التربية الخلقية في المجتمعات العربية، الهدف منه نبذ العنف داخل المدارس والجامعات. الفقرة الثانية هتكون بعنوان هموم ومشاكل الفلاحين في محافظات الوجه الإبلي، تحديدا في محافظة أسيوط. الفقرة الأخيرة هتكون بعنوان بيزنس الرواد، وهيكون معانا ضيف عزيز علينا، فضيلة العالم الجليل من علماء التعليم وتطوير التعليم في مصر الدكتور صديق عفيفي. هنبدأ الأول النهاردة مع الفقرة الأولى، وهي عبارة عن مؤتمر عقد في تربية كلية التربية جامعة المنوفية حول الخلقية في المجتمعات العربية. الحقيقة طبعا لو احنا عشنا الأسبوع اللي فات هنلاقي كل يوم بتوافينا أحداث برضو الهدف منها، بنلاقي مجموعة من الشباب في سن ما قبل 18 سنة قاموا بأعمال شغب وأعمال عنف وأعمال بلطجة داخل الشارع المصري. الحقيقة طبعا قضية راجح وكل عرفها، وطبعا أخذت شوء إعلامي كبير جدا، وطبعا الإثارة فيها كان الهدف منها أن احنا عايزين ننبذ هذه الظاهرة التي لم تكن معهودة على الشارع المصري. الحقيقة طبعا احنا بنوجه الشكر مبدئيا في كلية التربية جامعة المنوفية على عقد المؤتمر في هذا الوقت الحاسم، خاصة ان المؤتمر جاء بمشاركة اكثر من 10 جامعات بالاضافة الى جامعة نايف بالمملكة العربية السعودية. الهدف منه نبذ ظاهرة العنف بين طلاب المدارس والجامعات المصرية، بالاضافة الى احياء القيم والعادات والتقاليد وبث روح الاحترام ومحاربة الفكر المتطرف الشاذ الذي لم نكن نعهده على الشارع المصري. نشوف التقرير ونرجع مع بعض. ما شفنا التقرير طبعا عبارة عن مؤتمر عقد في كلية التربية جامعة المنوفية، وطبعا من الجميل جدا ان يعقد هذا المؤتمر في جامعة المنوفية، خاصة ان الاحداث او اكثر الاحداث التي حدثت من اعمال الشغب والبلطجة حدثت في محافظة المنوفية واخرها في تلة، والحادث الذي يعلمه الكثير هو حادث مقتل محمود البنا، ثم أتى بعد ذلك حادث نرجس المرأة التي حافظت ودافعت عن شرفها فقتلها شاب يبلغ من العمر 18 سنة. والحقيقة طبعا كل يوم بتوافينا أحداث كثيرة جدا موجودة في الشارع المصري، كلها أغلبها أعمال شغب وأعمال بلطجة نتيجة غياب الوعي ونتيجة عدم وجود رؤية حقيقية وغياب القيم والعادات المجتمعية. يعني طبعا احترام الكبير أصبحت ظاهرة غير موجودة في المجتمع المصري، تقدير الناس واحترام الكلمة واحترام من يقول كلمة الحق في هذا المجتمع أصبح بعيدة كل البعد عن الواقع، وده أمر مؤسف جدا نتيجة الثقافات التي دخلت علينا في الفترة الأخيرة، وخاصة أنا بأكرر وأؤكد على أن هذه الظاهرة ما جاءت إلا نتيجة بعض الأعمال الدرامية التي أثارت الشغب داخل المجتمع المصري والتي لم تكن معهودة داخل المجتمع المصري. لذلك احنا بنوجه عناية السادة المسؤولين احنا نقفل الحنفية اللي هي بتبث فكر الخلل وفكر البلطجة في المجتمع المصري. ايه هي الحنفية ديت؟ اللي هي عبارة عن الأعمال السينمائية والأعمال الدرامية اللي احنا بنشوفها دلوقتي بكل وقت وكل حين، نجد فيها أعمال يعني ليست موجودة في الشارع المصري.
اعمال لم تكن معهوده في الشارع المصري، فاصبحت ظاهره طبيعيه نتيجه نقل الاعمى لفكر المتطرف الموجود في الشارع المصري. معانا اتصال تليفوني الاستاذه الدكتوره فتيحه بطيخ، وكيل كليه التربيه جامعه المنوفيه لشؤون الطلاب. الو، اهلا وسهلا بحضرتك. يا دكتوره كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، اهلا وسهلا. بدايه طبعا بنشكر حضرتك على مشاركتك ووجودك معانا في البرنامج. المؤتمر التربية الخلقية في المجتمعات العربية أظن أنه جه في وقته، وخاصة اختياره جامعة المنوفية كان له أبعاد أخرى، فما هي أهم محاور هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. مؤتمر كلية التربية الذي عقد في جامعة المنوفية، وهو المؤتمر العلمي التاسع الدولي الرابع، وكان تحت عنوان التربية الخلقية في المجتمعات العربية الواقع والمأمول، وعقد في 30 و 31 أكتوبر 2019 تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور صبحي شعبان شرف عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الأستاذة الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومعنا الأستاذ الدكتور محمود فرزي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الحقيقة هذا المؤتمر انطلق فكرته الأساسية من أن التربية الخلقية تمثل مجالا الحقيقة من أهم مجالات بناء الإنسان وتكوينه خلال مراحل العمر المختلفة منذ مرحلة الطفولة المبكرة، ولا يمكن تصور التربية بدون أخلاقيات، ولا سيما طبعا الأخلاقيات الحميدة اللي بتتفق مع قيمنا ومجتمعنا سواء المجتمع المصري أو المجتمع العربي بوجه عام. تمام. ولا ثمرة للتربية مع غيابها أو انعدام النواحي الخلقية الإيجابية. نعم. الحقيقة العالم الآن بيواجه بتحديات أخلاقية كثيرة على مستوى جميع المجالات المهنية والعلمية والاجتماعية، وهذه التحديات بتفرض نفسها نتيجة الثورة التكنولوجية والمعرفية المتزايدة يوما بعد يوم. نعم. بالنسبة للحقيقة انطلق هذا المؤتمر من مجموعة من الأهداف، وصلت إلى عدد 5 أهداف ومجموعة من المحاور، وصلت إلى 25 محور دارت حولها الندوات وجلسات البحوث وحتى الجلسة الختامية للمؤتمر. طب المؤتمر خرج بتوصيات، أنا عايز يعني أهم حاجة أعرف إيه هي التوصيات العملية اللي خرج منها المؤتمر يعني. اولا بالنسبه بس لحضرتك، بالنسبه لاهداف المؤتمر، من بين اهداف المؤتمر التاصيل لمفهوم التربيه الخلقيه وكما جاءت في الفلسفات والاديان المختلفه. نعم. وكمان التعريف بدور المؤسسات التربويه في تنميه الاخلاق والقيم الخلقيه، وتطرقت الاهداف الى القيم الخلقيه والبحث العلمي ومجالات تعليم الاخلاق ورد واقع التربيه الخلقيه وتحدياتها في المجتمعات العربيه بصفه عامه. نعم. محاور المؤتمر الحقيقة امتدت لتشمل جوانب كثيرة جدا احنا محتاجينها في مؤسساتنا التربوية وفي الشارع عموما. من ضمنها التربية الخلقية في الفكر الديني بين الأصالة والمعاصرة، وإلى جانب التربية الخلقية حتى في مؤسسات رياض الأطفال الأطفال. يا دكتورة فتيحة، احنا طبعا يعني سعداء جدا ألو، معذرة طبعا انقطاع الخط، يا ريت نعود اتصال تاني. طبعا احنا المحاور اللي ذكرتها الدكتورة طبعا محاور مهمة جدا، ولكن احنا عايزين نقول ان احنا عايزين نخرج من اطار الاسلوب العلمي الى واقع التنفيذ. يعني عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين نخرج من اطار المكتب ومن اطار الاجتماعات ومن اطار المؤتمرات الى اطار رشدة اصلاح حقيقيه للمجتمع المصري. يعني احنا طبعا هناك الكثير، طبعا احنا بنشكر الدكتوره فتيحه على وجودها معانا ومشاركتها معانا في الاتصال، وبنشكر طبعا تحديدا كليه التربيه جامعه المنوفيه والسيد عميد الكليه والسيد رئيس جامعه المنوفيه على عقد المؤتمر بهذه الصوره الجميله في الوقت اللي احنا فعلا بنفتقد فيه الدعوه الى نبذ العنف داخل المجتمع المصري. ولكن انا عايز اقول ان احنا عايزين نخرج من اطار الاوراق ومن اطار التصريحات ومن اطار المحاور ومن اطار المصطلحات اللي الشارع المصري
بيقول ايه اللي بعد كده؟ يعني انا عايز اقول ان احنا عايزين نخرج من المؤتمر بروشتة اصلاح حقيقية بواقع عملي، مذكرات تخرج الى حيز التنفيذ، يعني عايزين ننزل الشارع ونشوف كيف يتم القضاء على هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة في الشارع المصري. هل هي تعديل قانون من تعديل قانون الطفل كما ينادي البعض؟ هل هي تشديد العقوبات على قانون البلطجة؟ أم أنها تشديد الرقابة الأمنية على من يعني يملك سلاح بدون ترخيص وما إلى ذلك من الأساليب أو من الأمور التي ينبغي أن توضع في حيز التنفيذ من الواقع الورقي ومن المستندات ومن الأبحاث ومن الدراسات إلى الواقع العملي في الشارع المصري. طبعا بنشكر مرة تانية الدكتورة على مشاركتها وبنأسف على قطع الاتصال، وإن شاء الله يكون لنا لقاء معها في المرحلة القادمة إن شاء الله. معانا الفقرة التانية طبعا تقرير اللي هو كما تعود المشاهد على إن احنا دايما بنوصل بنحب نبحث عن قضايا ومشاكل الفلاحين، لأن الفلاح هو عصب المجتمع وهو عصب الأمة. فاحنا معانا تقرير أولي هو تقرير عبارة عن قضايا ومشاكل الفلاحين في محافظات الوجه الإبلي، تحديدا في محافظة أسيوط. نشوف التقرير ونرجع مع بعض. مسافة كبيرة، وبعد ما راح مراكز التجميع ما فيش تم فيها دفع أي فلوس غير بعد أكثر من شهرين بكديه بمبلغ زهيد، يعني بالنسبة لخدمة الفلاح كله على مجهود الفلاح بدون ما يقدم أي شيء يعوضه. في خلال الفترة تهيئة الناس بدأت تيأس منه، وده الموسم الجديد لحد بياخدها دين خد ما خدهمش بالتقسيط، بيقولوا والله انت هتاخد الفلوس دي بالتقسيط وعلى كذا مرحلة، مش بتجيب مصاريف الفلاح اللي الفلاح صرفها على القطن في الزرع في المبيدات في الكماوي في العمالة. تاني حاجة المفروض القطن ده برضه يترش، بيجيبوا الفلاح بيرش على حسابه والكيماوي بيجي على حسابه، يعني وبعد ما بياخدوا يعني بعد ما يوردوا لل حضرتك زرعت قطن السنة دي؟ أيوه زرع. واتباع ولا لسه؟ لسه ما قاعد. ليه لسه قاعد؟ ما في البيوت قاعد. مين واخده؟ طب قبل كده كان مين بيشتريه منكم؟ كانت هتاخده الدمعية برضه. الدمعية زراعة. يعني هي السنه دي ما اشتريتش؟ لا ما اشتريتش. ايه السبب؟ اني ما اشتريتوش، قاعد في البيوت. ها طب قبل كده كانت بتشتريه بعد ما بتحصدوه بقد ايه؟ باسبوع هنوديه التسويق ويوزنوه. طب ايه حضرتك زرعت قطن السنه دي؟ لا ما زرعتش قطن السنه دي. ليه ما زرعتش قطن؟ ميت ما يدبش همه. يعني ايه ميت؟ ايوه ما دايبش همه ومحدش واخده وقاعد زي ما هو ميت، ناخده نعمل بيه هذا اللي. السلام عليكم حاج حسين، عاوزين نعرف المشكله بتاعت الفلاحين ووصلت لفين والقطن ده. بالنسبه للمشكله بتاعت الفلاحين بالنسبه للقطن دي لحد وقت ان هذا ما اتحلتش المشكله بتاعتهم، عشان تقول وصلت لفين ما فيش حد واخد بالك في المسؤولين حل المشكله، والفلاح زي ما انت شايف هذا القطن بتاعه جمع القطن بتاعه واخد بالك باظ من المطر الهو وما حدش واخده، ده حرام ولا حلال على المسؤولين؟ مش ذهب الابيض ده الفلاح مستني منه اخر السنه يجوز بنته ويجوز ابنه زي ما كانوا بيعملوا زمان، ولكن دلوقتي ما حدش بيسال فيه. ما زال الفلاح هو الإنسان المغلوب على أمره داخل المجتمع المصري، وده شيء طبعا يعني أمر مؤسف، لأن الفلاح هو الذي يخرج من بين يديه الطبيب ويخرج من بين يديه المهندس ويخرج من بين يديه المدرس، بل بالعكس هو الذي يعني العامل الأساسي والعامل الرئيسي في إطعام ومساعدة ومعاونة المجتمع المصري بصفة عامة. لما نلاقي الفلاح بيزرع القطن زي ما سمعنا في التقرير إن الفلاح كان دايما بيزرع القطن علشان خاطر ينتظر يوم الحصاد، بعد كده يجوز بنته، يبني بيت، يشتري الأجهزة المستلزمات الخاصة به، فدلوقتي بدأ يزرع القطن وبعد كده يحط إيده على خده وينتظر الفرج
من التسويق علشان خاطر يبحث عن من يشتري القطن. الحقيقة طبعا أنا ببقى حزين جدا لما أتكلم عن بعض السلع الاستراتيجية زي القطن والقمح والقصب اللي هي دائما وأبدا بنلاقي فيها مشكلة التسويق، خاصة أن القطن المصري طبعا هو القطن رقم واحد في العالم، فكيف يكون حال هذا القطن المصري والذهب الأبيض كما يطلقون عليه. معنا مداخلة تليفونية، الحاج رمضان الفخراني نقيب الفلاحين بالإسكندرية. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج رمضان؟ الله يخليك سعادة الرئيس، الله يخليك. تحياتي ليك وبشكرك على مشاركتك معنا في البرنامج. الله يكرمك، تحياتي لحضرتك لكل المشاهدين ولكل فلاحين مصر. حاج رمضان، بصفة حضرتك كنقيب في الفلاحين بمحافظة الإسكندرية، ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها الفلاح في محافظة الإسكندرية؟ حضرتك اولا انا بشكر الحكومه، ويمكن كلامي ده يكون مختلف شويه، على الدعم المباشر لاهالينا في المدن بالنسبه لاسعار اللحوم واسعار المنتجات الغذائيه. لكن هو في لوم وعتاب صغير، انه الاسعار ما بقتش متناسبه مع أسعار الأعلاف والمواد الغذائية بالنسبة للإنتاج الحيواني عموما، يعني الأعلاف الخاصة بالماشية، يعني الخاصة بالماشية وخاصة بالإنتاج الدجيني كمان يعني. لكن المشاكل طبعا بتنحصر حضرتك، أنت عارف أنه إسكندرية لها طبيعة خاصة بتجمع ما بين سياحة وما بين زراعة وما بين، طبعا الزراعة في إسكندرية دلوقتي تعتبر رقم واحد على مستوى الجمهورية، خاصة بعد الكرة الجديدة اللي هي في مشروع شباب الخريجين اللي بتمثل طفرة كبيرة، وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية زي القمح. كان جالنا تقرير من الإسكندرية وجود مشاكل في موضوع الصرف الصحي والصرف المغطى في منطقة النهضة ومنطقة أبيس وما إلى ذلك من المناطق المهتمية بهذا المجال يعني. تمام، هو برضو القائمين على العمل بأمانة هم شغالين. احنا كان عندنا مشكلة في مشروع الصرف في أيام الحدث اللي هو اللي كان حصل في اسكندرية بالنسبة للأمطار وما شابه ذلك. نعم، لكن النهاردة وهنقولها صراحة، المنطقة الشمالية العسكرية هي قايمة بدور وزارة الزراعة وقايمة بدور المجتمع المدني وقايمه بالادوار بالخمس ادوار وعلى اهبه الاستعداد، واحنا كنا في المنطقه الشماليه استعداد بماكينات شفط حديثه لمواجهه اي مشكله تخص اسكندريه. نعم، الحاج رمضان الفخراني طبعا بشكرك، وانا سعيد جدا بوجودك معانا، واكثر سعاده ان انا حاسس ان الاسكندريه في ظل الاداء المتميز لحضرتك ان ما فيهاش اي مشاكل يعني، فطبعا شيء جميل جدا وبشكر حضرتك. معانا مداخله تليفونيه، الحاج احمد ابو الوفا نقيب الفلاحين بمحافظه قنا. انقطع الاتصال. طيب طبعا على ما يعاود الاتصال بمحافظه قنا، احنا برضو عايزين نقول ان احنا دائما وابدا كبرنامج الرواد بنعرج دائما على مشاكل الفلاحين في جميع محافظات مصر، فحبينا النهاردة نجيب محافظة الاسكندرية ومحافظة قنا، وبعد كده هنخش على محافظة اسيوط، على اساس ان احنا نعرف ايه هي ابرز المشاكل الخاصة بالفلاحين هناك. معانا اتصال تليفوني. طيب على ما يجهز الاتصال التليفوني، احنا طبعا ابرز المشكلات الموجودة في اسيوط دلوقتي هي طبعا نداء للسادة المسؤولين خاصة وزارة الزراعة، ان احنا بنقول ان القطن طبعا يعد من الزراعات الاستراتيجية الموجودة في المجتمع المصري، ما ينفعش باي حال ان الفلاح بعد ما يزرع القطن ينتظر يقعد يبدأ يستخدم اسلوب المحايلات والبحث عن من يشتري القطن منه، مين اللي عايز ياخد القطن مني عشان خاطر اقدر اخد اسد ديوني واسد الفلوس اللي عليا، وفي نفس الوقت احل مشاكل اللي هو اصلا معول عليها في الفتره السابقه، يعني هو بيجي يزرع القطن وبيستدين وبيواجه مشاكل كتيره جدا لحد ما يزرع ويحصد، بعد كده بيتم تحصيل هذا الامر من خلال سد الاحتياجات الماليه له من محصول القطن.
الحقيقه طبعا كذلك في محافظه الاسكندريه من ابرز المشاكل اللي طرحها الحاج رمضان الفخراني اللي هي موضوع اسعار الاعلاف، سواء كانت اعلاف الماشيه او اعلاف الداجني، الاعلاف الانتاج الداجني. طبعا احنا بنوجه يعني رعايه المسؤولين وخاصه وزاره الزراعه برضو، وللاسف ان طبعا احنا كل نداءاتنا كل وزاره الزراعه لان هي المنوطه بمشاكل الفلاحين. معانا دلوقتي اتصال تليفون الاستاذ عبد العال البنداري مدير تحرير جريده الاهرام. اهلا وسهلا استاذ عبد العال. دكتور تحياتي لحضرتك استاذ عبد العال. طبعا شفت تحياتي لحضرتك. تحياتي يا دكتور مين؟ دلوقتي المشاهدين دلوقتي كان في تقرير اولي عن ان في اسيوط في مشكله ان الفلاحين زرعوا القطن ومش لاقيين حد يشتري منهم القطن. طبعا زي ما حضرتك عارف يا استاذ عبد العال، خاصه ان انت حضرتك مهتم بالشان الزراعي وشان الفلاحين بطبيعه عملك كنائب كمدير تحرير جريده الاهرام في جريده الاهرام التعاوني، ازاي يكون مصير الفلاح اللي بيزرع القطن وبينتظر الحصاد علشان خاطر فلوسه ديت يستثمرها ويقدر يجوز ولاده وما الى ذلك زي ما حضرتك عارف يعني. والله يا دكتور يعني مشكله القطن دي ازمه، وازمه المفروض الدوله تتدخل بكل قوه لحلها. تمام. السنه اللي فاتت كان في سعر ضمان للقطن وكان متحدد من قبل مجلس الوزراء وكان عباره عن 2500 جنيه لاقطان وجه ابلي و2700 جنيه لاقطان وجه بحري. والدولة اتدخلت والحمد لله الموسم كان كويس والناس كانت مبسوطة وتمام. السنة دي الدنيا اختلفت تماما، الدولة والحكومة رفعت ايدها تماما عن القطن ولم يتم تحديد سعر ضمان نسوة بالاعوام الماضية. نعم. لكن كان هناك يعني موضوع اخر او شيء اخر تم عمله لتجميع الاقطان من المزارعين خاصة في وجه. طب ما انت حضرتك بتقول ان كان في المشكله يا استاذ عال، كانت بتقول ان المشكله دي التجميع في الفيوم وحلقه التجميع في بني سويف. يا استاذ عال حضرتك بتقول ان المشكله دي كانت قائمه في الاعوام السابقه وتحديدا في السنه اللي فاتت، لماذا لم ينظر المسؤولين لهذه المشكله حتى لا تتكرر خاصه في محافظه اسيوط تحديدا يعني؟ هي كانت قائمه بالفعل لكن هي الدوله كانت بتتدخل، دلوقتي الدوله رفعت تماما عن تسويق القطن ووزاره الزراعه مسؤوله عن الانتاج وليس مسؤوله عن التسويق. المسؤول عن التسويق وزاره قطاع الاعمال. فتم عمل مزاد هذا العام بالنسبه لاقطان وجه ابلي، واول مره يتم تطبيق هذا النظام مزاد علني على الاقطان التي يتم تبعها. طيب الرساله الموجهه الشيء المؤسف في هذا المزاد يا استاذ عبد العال، يعني بنقص 600 جنيه عن العام الماضي. الاقطان مصر فائقه الطول اللي احنا كنا بنتباهى بيها وكان الواحد. طب من المسؤول يا استاذ عبد العال عن تراجع هذا السعر؟ من المسؤول عن تراجع السعر يا استاذ عبد العال؟ والله هو الاسعار العالميه وعندك شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال دلوقتي كله عينه على المكسب وليس عينه. فانا يعني بدعم رسالة بتوجهها يا استاذ عبد العال لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الزراعة لحل هذه الأزمة، ما هي رسالة حضرتك؟ رسالتي إنه لابد من تدخل الدولة بقوة في دعم القطن ودعم زراعة القطن ودعم صناعة القطن. لابد من تطوير المحل، هناك خطة قومية عملتها ومجلس الوزراء نادى بها بتطوير المحل، تطوير المحل باستيعاب كل سنه بتتراوح. تمام. استاذ عبد العال تحياتي ليك وبشكرك على وجودك معانا ومشاركتك معانا في البرنامج. وطبعا زي ما قال الاستاذ عبد العال ان الموضوع محتاج نظره حقيقيه من الساده المسؤولين خاصه في قطاع الاعمال، وزاره قطاع الاعمال ان هي المسؤوله
هي المسؤولة عن ذلك. طيب هنطلع تقرير ونرجع تاني ونشوف معانا المداخلة. طيب ماشي، معذرة احنا اسفين ان الحاج حسين عطى نقيب الفلاحين بأسيوط قبل ما نخرج الفاصل. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ ده يا فندم، ازيك يا حاج حسين؟ حاج حسين حضرتك قلت في التقرير ان طبعا مشكلة عدم تسويق القطن من اكبر المشاكل التي تواجه الفلاحين في أسيوط، ما هي الخطوات التي قامت بها نقابة الفلاحين في أسيوط لحل هذه الأزمة؟ ألو؟ يا دكتور أهم شيء واخد بالك عملية التسويق بالنسبة للفلاحين. تمام. أنتوا كنقابة فلاحين يا حاج حسين ما هي الخطوات الجادة التي قامت بها النقابة في حل هذه المشكلة؟ والله تناقشنا مع بعض المسؤولين لحل مشكلة الفلاحين في القطن. تمام. وما توصلت إليه من هذه المناقشات؟ ولحد الوقت ما توصلناش لأي شيء في حل المشكلة الفلاحين. طيب أنت تناقشت مع مين يا حاج حسين؟ خد بالك. يعني اتكلمت مع وكيل وزارة، مع نواب مجلس النواب، اتكلمت مع سيادة المحافظ، اتكلمت مع مين؟ لأن طبعًا المنوط بالموضوع ده لوزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال. التعاون الزراعي بأسيوط. آه. وبعد ذلك تواصلت مع في الوزارة. وكانت النتيجة إيه؟ ما حدش رد عليا بأي شيء. لم يستجيب أحد لرد لمطالبات حضرتك يعني. معذرة انقطاع الخط للمرة الثانية. طبعا بنشكر الحاج حسين على مشاركته، وحقيقة طبعا عايزين نكون لدور للنقابات الفلاحين دور بارز كما تحرك الحاج حسين عطا في نقابة الفلاحين بمحافظة أسيوط في دعوة المسؤولين لحل مشكلة القطن. فاصل وهنرجع تاني نشوف مشاكل وهموم الفلاحين. مشاهدينا الاعزاء، والفقره التاليه في برنامج الرواد بعنوان بيزنس الرواد النهارده هنستضيف رائد من ضمن رواد التعليم في مصر، رئيس اكاديميه طيبه، خبير بالبنك الدولي، رئيس سابق لجامعه النهضه بني سويف، مستشار العديد من الدول العربيه، ومؤسس ورئيس مجموعه طيبه التعليميه، بالاضافه الى رئيس اكاديميه طيبه المتكامله للعلوم، الا وهو الأستاذ الدكتور صديق عفيفي. وطبعا الأستاذ صديق عفيفي كان عميدا لكلية تجارة جامعة المنوفية، وكنت شرفته أنه دكتور مادة إدارة أعمال ليا أيام ما كنت طالب في كلية التربية كلية التجارة جامعة المنوفية. تحياتي ليه، وإن شاء الله هنشوف الدكتور صديق عفيفي كرائد من ضمن رواد التعليم في مصر. نشوف التقرير ونرجع مع بعض. نلتقي أعزائي المشاهدين مع أحد أكبر رواد التعليم في مصر والوطن العربي ويعد دوليا، هو الدكتور صديق عفيفي. تشرفنا يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ عبد الناصر. كنا الأول عاوزين نتحدث عن سيرة ذاتية لحضرتك. والله السيرة الذاتية بتاعتي هي مشوار حياتي، يعني أنا تعلمت في المدارس الحكومية المصرية وفي الجامعة الحكومية المصرية، ثم عينت معيدا في جامعة حكومية مصرية، ثم أفدت في بعثة إلى الخارج حيث درست في إنجلترا وويلز، ودرست ثلاث رسائل، الأول دكتوراه في إدارة الأعمال، بعدين دكتوراه في التربية، بعدين ماجستير قبل كده في التسويق، ومارست بقى العمل الأكاديمي أو العلمي كأستاذ أو كمدرس في جامعة ليفربول في إنجلترا وفي جامعة برادفورد في إنجلترا، ثم لما عدت مصر اشتغلت في جامعات كتير، يعني تعينت طبعا مبعوثا عائد من بعثتي إلى جامعة أسيوط، فعملت في جامعة أسيوط عدة سنوات، ثم تنقلت بين جامعات متعددة، جامعة الزقازيق وجامعة المنوفية، وأنا أسند إلي إنشاء كلية التجارة في جامعة المنوفية، وكان إنشاء طيبا والحمد لله، وبسرعة الكلية تقدمت جدا. اشتغلت مستشار بقى لكتير من الجهات،
ابتداء من أنا مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المسؤول عن تنظيم وإصلاح الإداري في مصر عدة سنوات، اشتغلت مستشار وزير المالية لتطوير الجمارك، اشتغلت مستشار وزير الاقتصاد للترويج للتجارة الخارجية في المصرية، اشتغلت مستشار لوزير السياحة. المجهودات بتاعتي دي المتخلفة للجهات الحكومية كنت حريص في كل مرة تبقى بلا مقابل، يعني أنا لما قعدت 10 سنين مستشار الحكومة للإصلاح الإداري بلا مقابل، يعني لأن أنا مش شايف إنه هم اللي بيستفيدوا، بس أنا نفسي بستفيد خبرة بأن أنا بيسند إلي أعمال وبستفيد منها خبرة طويلة. أيضا ده أتاح لي فرصة إن أنا أعمل بقى مكتب استشاري كبير اشتغل على المستوى المحلي في الأول مع حوالي مئات الشركات، ثم ابتدينا نشتغل مع المستوى الدولي فبقيت مستشار غير دائم مع البنك الدولي على الأجندة بتاعتهم، يعني أرسلوني إلى عمان لمشاركة في تطوير أو لقيادة تطوير الحقيقة نظام الإدارة في عمان وفي تطوير بعض المحافظات عندهم. أوفدوني أيضا إلى الكويت حيث برضو عملت شغل كمستشار للبنك الدولي، اشتغلت مستشار للأمم المتحدة في إعادة بناء حكومة الكويت بعد الغزو العراقي. انت عارف في سنة 90 من حوالي 30 سنة كده العراق غزت الكويت وأعلنت ان الكويت دي دولة، مش دولة، دي ولاية من ولايات العراق او محافظة، والحكام بتوع الكويت خرجوا، ثم عارفين بقى القصة عادوا تاني الى الكويت فحبوا يعيدوا تنظيم الحكومة. فالأمم المتحدة شكلت فريق دولي من 7 أشخاص كنت أنا أحدهم علشان نعيد تنظيم دولة الكويت بعد ما استقلت تاني وخرجت من تحت الاحتلال العراقي. موظف الحكومة ده خادم الشعب، وموظف هيئة الاستثمار ده خادم المستثمر، ووظيفته انه يسهل له مشاكله مش يعمل له هو مشاكل. يعني ارجو انه يعني ما يكون كلامي خفيف عليهم الموظفين دول، لكن حقيقي يعني انا واجهت مشاكل كتير في الحاجات دي وبالتفاهم واجه مشاكل كتير. نرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. تنصح أي شاب بدأ مشروع في التعليم صغير عاوز يكبره إزاي تنصحه به؟ هو العقبات اللي بتواجه أي مستثمر أو أي واحد بيعمل مشروع جديد معروفة، كلها متعلقة ببطء الإجراءات الحكومية وعدم تفاعل الموظف الحكومي مع احتياجات المستثمر وتعجله في إنشاء المشروع بتاعه وإنهاء الإجراءات بتاعته. هو دايما بيبقى واخد راحته شوية، جايز ده مش تقصير منه يعني، لكن هو الريتم أو معدل الأداء في الجهاز الحكومي أبطأ كتير من معدل الأداء في القطاع الخاص. فطبيعي أنت أول ما بتخش في الحكومة بتحس الناس دول قاعدين في أيام سيدنا نوح، يعني لأنك أنت عايز تخلص على طول، عايز تقدم طلب يتبت فيه على طول وما إلى ذلك يعني. لكن بصفة عامة لما بنوضح للمسؤول الكبير بقى الموضوع بتاعنا ويزكي الموضوع ويضغط عليهم ويسخط فيهم وكده عادة بيخلص، ساعات يخلص ساعات الدنيا بتقف خالص. يعني أنا أذكر لحضرتك بعض الأمثلة، يعني أنا أذكر أن أنا مثلا كنت بعمل في إحدى محافظات الوجه البحري جامعة جديدة، هي محافظة ما فيهاش جامعة، ما فيهاش جامعة خاصة خالص، وفيها مناطق صحراوية واسعة جدا يعني.
فأنا قلت في عقلي يعني أنا أروح أعمل جامعة في وسط الصحراء بتاعت هذا الإجراء هيعمر الصحراء لوحده. يعني أنت بمجرد ما الجامعة هتتعمل هينشأ جنبها بيوت عشان الطلبة تسكن وعشان الأساتذة تسكن، هينشأ مطاعم عشان يأكلوا، هينشأ سينمات عشان يروحوا فيها السينمات. هتبص تلاقي الصحراء دي عمرت. إحنا لينا تجربة في الحكاية دي، عملناها في بني سويف وعملناها في شبرمنتو وعملناها في طريق الإسماعيلية. كل تجاربنا أثبتت أن المشروع التعليمي بيقود التعمير، يقود التعمير. الحكومة بدأت اتخذت خطوات زي كده بعد كده فعلاً، ومنها في طيبة في الأقصر وفي أسوان درس وابتدت تعملها فعلا. يعني النقطة الثانية أنه للأسف بقى يعني الصعوبات العملية اللي حطوها في طريقنا من الموظفين الصغيرين، أما المحافظ مش فاضي كل حاجة يتدخل، ومش كل دقيقة هتروح للمحافظ تشتكيله. فالموظف الصغير في النهاية نجح في انه يطفشني ويقول لي يا سيدي، انا بقول له ده انت كده زي ما تكون هتصعب الدنيا عليا. يعني مش انا جاي عشان اخدم البلد دي واخدم المحافظه دي واطلعكم على وش الدنيا يعني. قال لي ما انت مستثمر يمشي يجي 100 مستثمر في ايه يعني. خلاص قلت له كده طيب، ورحت كاتب جواب للمحافظه قلت له انا منسحب ومش عايز اشتغل. قعدوا سنه ونص يدوروا عليا بقى يتحايلوا عليا. قلت لهم خلاص انا خدت موقف خلاص، يعني مش انتوا تروحوا تنظفوا الجهاز بتاعكم وبعدين تقولي يعني، لكن انا مش هروح اعرض نفسي ان انا رايح جاي رايح جاي ليه يعني، وانا ورايا ايه؟ انا ورايا حاجات تانية كتير قوي يعني. دي نموذج. نموذج تاني اقول لك العكس بقى. كنا بنعمل شغل احنا برضو في التعليم وبننشئ مشروع تعليمي وبتاع وما الى ذلك، فروحنا هيئة الاستثمار نقدم، فالراجل اللي عاشق قال لك لا ما ينفعش. ليه يا سيدي ما ينفعش؟ لانه المجالات بتاعت الشركات اللي تبع الاستثمار 8 مجالات ما فيهاش التعليم. طب وايه اللي يمنع يعني ما نحط تعليم يعني؟ ده انا بقول له او احنا بنقول له يعني. لك لا ما ينفعش يعني خلاص حيطة سد. حيطة سد. بالصدفة البحتة فايتة الوزيرة داخلة كده بتمر، يعني وزيرة الاستثمار الله يصبحها بالخير يعني. قالت للموظف بتاعي او المحامي بتاعي ايه الحكاية بتاعتك انت بتعمل ايه يعني؟ فقال لها الحكاية. قالت له ليه لا ليه لا ليه؟ قال لها عشان الثمن بنود ما فهمش تعليم. قالت له نضيف التعليم. تعالى راح جابت موظف قالت له هات القرار قالت يضاف التعليم وراح حط خش يا استاذ خالص. يعني في ناس بتفهم تنجز وتعمل، وفي ناس يعني عندنا تجارب دي وعندنا تجارب دي كمان. الدنيا كلها بقى كده. ايه اهم النصائح اللي بقت طبعا دكتور صديق عفيفي رائد حق من رواد التعليم في مصر، وحقيقة طبعا أنا سعيد جدا أن أنا أستمع إلى هذا الرائد وإلى هذا النموذج الحقيقي اللي فعلا بيتكلم في نقطة أن التعليم أصبح مجال من ضمن المجالات الاستثمارية الحقيقية، وفعلا بقدراته وبعلاقاته وبأسلوبه استطاع أن يعني يدخل الاستثمار من ضمن المجالات التعليم من ضمن مجالات الاستثمار في وزارة الاستثمار أو في الهيئة العامة للاستثمار. حقيقي طبعا لقائنا مع الدكتور الصديق عفيفي لقاء مثمر ولا ينتهي دائما وأبدا. أنا بداية بشكر الأستاذ عبد الناصر محمد الصحفي والإعلامي اللي هو أجرى هذا الحوار وأجرى هذا اللقاء. تحياتي للدكتور صديق عفيفي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع رائد جديد من رواد الصناعة ورواد التجارة والتعليم في مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.